لم يعد الزيبق قادرا على التوقف عن اللعب بالنار، وانا لا استطيع ان ارفض له طلبا، بل انني ساعدته اليوم بنفسي. هذا احسن. اصبح الحي مليئا بعيون الزيبق. وهنا ايضا علمني احد رجالنا من ديوان الشرطه ان المقدم عثمان امر ببث رجال متخفين بالثياب العامه يحومون هنا وهناك كالكلاب الضاله الجائعه، يتشممون كل شيء. لطفك يا رب. لا تتشائم يا سالك، ان من يستطيع اقلاق طمانينه الكلبي واستكانه الناس سيمتد سلطانه لعشرات السنين. وهل كتب عليه هو ان يكون ضحيه هذا الاقلاق؟ لا تقل ضحيه يا سالم، انه بطل مغوار وحده يا سالم. يجب الا يؤثر فيك خوفك عليه، فتصبح كالام الرؤوم قلبها من ورق اقل نسمه تهزه. سالم، إن كنت واثقا أن الزيبق شجاع وبطل وقادر على مقارعة هؤلاء الفاسدين فدعه، بل كن إلى جانبه وشجعه. السلام عليكم أيها السادة. وعليكم السلام. عندي طلب قيل لي أنني سأجده عندكم. ما هو طلبك يا سيدي؟ أبحث عن حارس لا نظير له. حارس؟ من دلك علينا؟ كل من في السوق، وسأدفع بسخاء إذا وجدت طلبي عندكم. ما هو طلبك؟ أن يتفوق على مرافقي هذا. إذا كان هذا شرطك يا سيدي، فيمكنك أن تجد في الحال 100 حارس يتفوق على هذا الغلام قوة وصلابة. القصد أن يتفوق عليه في لعب الشطرنج. لعب الشطرنج؟ أجل، وكما قلت فأنا مستعد للدفع بسخاء، ولكن أريده شابا فتيا قويا وذكيا لا يقل ذكاء عن الزيبق نفسه.